السلام عليكم ورحمة الله وطيب الله أوقاتكم في فيديو جديد. ما هي الفيزا تشيجن؟ أنواع الفيزا تشيجن؟ صلاحية الفيزا تشيجن؟ هل الفيزا تشيجن سهلة أم صعبة كما هو شائع؟ ما هي أسهل سفارة تدي فيزا تشيجن وتكون فيها نسبة القبول عالية؟ طريقة التقديم للفيزا تشيجن، نصائح كي تستطيع أخذ الفيزا من أول مرة وبكل سهولة. إذا كانت كل هذه المواضيع تهمك فما عليك إلا الانضمام إلى عائلتنا وتفعيل زر الجرس والاشتراك والإعجاب. الكثير بيتسألوا ما هي الفيزا تشيجن هذه؟ الفيزا تشيجن هي التي بتعمل على تدخيلك دول الاتحاد الأوروبي، وممكن أيضا تدخلك دول مش موجودة في الاتحاد الأوروبي مثل كرواتيا وصربيا وألبانيا ورومانيا وقبرص، وكذلك دول في أمريكا الشمالية كالمكسيك وكولومبيا وتركيا أو جورجيا. حسنا، النقطة التالية، ما هي أنواع الفيزا تشيجن؟ هناك ثلاثة أنواع: دخول لمرة واحدة هذا النوع الأول، دخول مرتين هذا النوع الثاني، مع العلم أن هؤلاء النوعين يمكن استخدامهم بس داخل الاتحاد الأوروبي. النوع الثالث وهو المهم، دخول عديد المرات ويمكنك عبرها الدخول إلى الدول الأخرى غير موجودة في الاتحاد الأوروبي. النقطة التي تليها، ما هي صلاحية الفيزا هذه؟ صلاحية الفيزا تشيجن 6 شهور وإقامة 3 أشهر. هل الفيزا تشيجن سهلة أم صعبة كما هو شائع؟ سأجيبكم على هذا السؤال من خلال معدل القبول والرفض في عدة دول كالتالي. فمثلا في مصر نسبة القبول 82% ونسبة الرفض 18%. في الأردن نسبة القبول 84% ونسبة الرفض 16%. في المغرب نسبة الرفض 20% فقط. في السعودية نسبة الرفض 5% فقط. تونس نسبة الرفض 24%. وبالتالي فنسبة القبول لهذه الفيزا أكثر بكثير من نسبة الرفض، وهذا دليل أنها فيزا سهلة المنال، فلا تصغي أبدا لمن يشارك تجاربه السيئة في السوشيال ميديا. السؤال الذي يليه، ما هي أسهل سفارة بتدي فيزا شيجن ويكون فيها نسبة القبول عالي؟ أسهل سفارة هي أسبانيا ثم إيطاليا ثم اليونان ثم ألمانيا ثم فرنسا ثم المجر. ملاحظة مهمة، الفيزا يجب التقديم عليها قبل الرحلة ب6 أشهر حسب القانون الجديد 2020، وثمن تقديم الابليكيشن 80 يورو، وإذا كان معك أطفال من 12 سنة إلى 6 سنوات 40 يورو، وأما إذا كان معك أطفال أقل من 6 سنوات فليس عليهم رسوم. طيب، طريقة التقديم للفيزا تشيجن، وهذا شيء مهم وأريدك أن تركز في هذه النقطة بالذات، لأن هذه النقطة هي التي سوف تحدد نجاحك من فشلك. ما هي الطريقة؟ أولا نأخذ ميعاد من خلال مكاتب وسيطة بينك وبين السفارة. هذه المكاتب الوسيطة مثل تساهيل، وهذه المكاتب تأخذ مصاريف حوالي 500 جنيه مصري. تقوم بتقديم أوراقك المطلوبة لهذه المكاتب. هذه الأوراق المطلوبة كالتالي: جواز سفر لازم يكون ساري على الأقل 3 أشهر من يوم السفر، وتتأكد أنك موقع على جواز السفر وتملأ بيانات الابليكيشن وتوقع عليه، وتحتاج صورتين 4.5 سم في 3.5، وتحتاج أيضا حجز طيران مؤكد وتقدر تطلعه من خلال أي شركة طيران أو سياحة، برنت طيران برسوم بسيطة تبين، وتقدر تعمل برسوم بسيطة تبين إن جدية المواعيد الذي أنت طلبتها، وتحتاج أيضا حجز فندق مؤكد تقدر تعمله من خلال بوكينج ومش لازم تدفع الحجز، واعمل فري كانسليشن وأحذر تعمل حجز وهمي، وتحتاج أيضا تأمين طبي على السفر اعمله من أي شركة سياحة، وتحتاج أيضا كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر باللغة الإنجليزية، والمفروض أنه يكون معك 150 يورو لكل يوم إقامة من دون إيجار الفندق أو الطيران، وهو موضوع نسبي بالنسبة لك، ولازم حسابك يكون فيه إيداع وسحب بشكل منطقي، وتحتاج أيضا إلى الـ HR Letter تجيبه من عملك، وهو كشف حساب بمرتبك الشهري، ولو معك مشروع خاص تحتاج البطاقة الضريبية والسجل التجاري، ولو أنت طالب تحتاج شهادة قيد من الجامعة أو المدرسة، وأيضا مطلوب منك تجيب شهادة تحركات، وأيضا مطلوب منك شهادة التطعيم ضد كورونا، والتلقيحات المعترف بها في الاتحاد الأوروبي هي فايزر وجونسون واسترازينكا وموديرنا.
طيب والآن ننتقل إلى النقطة الأخيرة، نصائح كي تستطيع أخذ الفيزا من أول مرة وبكل سهولة. هم ممكن ما يتصلوش بك أبدا، وهذا يدل على أن ورقك تمام وعلى العقد، أو ممكن يتصلوا لك بالتلفون علشان توضح لهم شيء معين. وأهم حاجة ممكن يطلبوك تعمل معهم مقابلة، وأنا بدوري سأخبرك عن أهم الأسئلة الموجهة لك في هذه المقابلة وكيف تتفادى أي عراقيل. هم سوف يسألوك أسئلة كالتالي: أنت سافرت أوروبا؟ هل سافرت أوروبا من قبل؟ هل لك أصحاب أو أقارب في الاتحاد الأوروبي؟ أيش الأماكن الذي أنت سوف تقوم بزيارتها أثناء إقامتك في الاتحاد الأوروبي؟ كم مرتبك؟ يكلموك عن دراستك ويوجهوا لك بعض الأسئلة. هل أنت متزوج ومعك أولاد؟ هل إقامتك طويلة؟ أيش عدفعل أثناء إقامتك؟ والسؤال المهم والذي يجب أن تركز عليه جيدا هو كالتالي: أيش الذي يضمن لنا أنك سوف ترجع بلدك في الوقت المحدد؟ ومن خلال هذا السؤال يريدوا أن يجسوا نبض ويريدوا أن يعرفوا أشياء كثيرة. ولكي تجاوبهم على هذا السؤال اعمل التالي: اثبت لهم مدى روابطك العميقة مع بلدك من خلال وجود أولادك وزوجتك وأقاربك وأعمالك ومصالحك وأملاكك في بلدك. بين لهم إنك مرتاح جدا في بلدك ومبسوط، فقط أتيت إلى الاتحاد الأوروبي كي تتفسح. والردود عموما على الأسئلة السابقة يجب أن تكون ردود واضحة وما تطولش في الكلام علشان ما تغلطش أكثر، يعني ترد على قدر السؤال. وفي الأخير يا إخوتي الأعزاء، إذا طبقتم ما جاء في هذا الفيديو فاعلموا أن نسبة نجاحكم ستكون كبيرة جدا في الحصول على هذه الفيزا. والسلام ختام ودعواتكم.